بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج نقطة الضوء البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم من مدينة النجف الأشرف برفقة الضيف الدائم البرنامج الشيخ الدكتور عبد الأمير آل نسمع الشيخ حياكم الله وبيكم الله أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام اليوم سنتحدث عن أمر شرعي مهم للإنسان ولا بد من الانتباه إلى هذه القضية في حياتنا اليومية وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحدود والتعريف وما هي الحدود الشرعية لهذه القضية وما هي شروط الأمر بالمعروف وهل هي واجبة في كل الأوقات أم لا؟ اسمح شيخ لنبدأ بقضية تعريفية لغة اصطلاحا شرعا عرفا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو المعروف ما هو المنكر وكيف نتعرف على المعروف والمنكر وهي قضيه مرتبطه فقط بالشرع أم القضيه ايضا تدخل في حيز العرف ايضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم الله صل الله على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي في البدايه سلام عليكم عليكم الله السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته الله طبعا لا يخفى على المشاهد الكريم انه قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فرع من فروع الدين. نعم. ان الدين ينقسم الى احكام وعقائد. الاحكام يعني الفروع الدين والعقائد هي اصول الدين. من فروع الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن وللاسف اقول هذه الفريضه التي فرضها الاسلام، فرضها الدين على المسلم تكاد تكون يعني مهملة إذا صحت العبارة مو ذاك الاهتمام بهذه الشعيرة أو هذه الفريضة مثلاً نحن عندنا فروع الدين عشرة الصلاة والصيام والحج والزكاة والقميص يعني الناس تهتم بالصيام لما يجي شهر رمضان الناس تستعد لشهر رمضان صحيح استعداد غير اعتيادي صحيح. لما يجي موسم الحج شوف الناس يستعدون لموسم الحج صحيح. استعداد غير اعتيادي لما يجي وقت الصلاة أيضا الصلاة مهمة نعم. لكن لما يجون إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر تبقى اتكالية يبقى قضية تهاون قضية يعني تعبيرنا العام ما عليه كل واحد يقول أنا نقول جانب مهمل يعني أكو, أكو تهاون خلينا نسميه تهاون نعم. أه ولهذا يعني شوف اذا 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 تركتم الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، نتيجه حتميه. القران بينها، الروايات بينتها، العقل ايضا ما يمنع من هذه القضيه على انه اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر سلط عليكم شراركم، هاي قضيه يعني وجدانا موجوده وملحوظه. اتفضلتم بالسؤال قلتم ما هو المعروف وما هو المنكر لابد من معرفه ما هو صحيح. المعروف وما هو المنكر حتى يستطيع المكلف ان يأمر بالمعروف والا شيء المجهول ما يمكن تطبيقه انا يعني ما ممكن آمر بمعروف وانا المعروف ما اعرف شنو او أنهى عن منكر والمنكر ما اعرف شنو فما هو المعروف وما هو المنكر طبعا يعرفون المعروف وكل ما امر به الشارع وحثت عليه الشريعه م. كل ما امر به الشارع وهو على قسمين المعروف على قسمين مرة يكون واجب ومرة يكون مستحب واجب شرعي مستحب شرعي واجب ومستحب صلاة واجبة نا. الصيام واجب نا. الصدقة بعض الصدقات واجبة بعضها مستحبة نا. مساعدة الفقير وهكذا إذا أكو عندي واجب أكو عندي مستحب حثت عليه الشريعة أكدت عليه الشريعة هل أن من ترك مستحباً من ترك واجباً من آه طبعا وال وال والمنكر هو ما نهت عنه الشريعة نعم منه أيضا محرم ومنه مكروه إذا صار عندي أربعة أقسام واجب ومستحب وحرام قسمين ومكروه قسمين مرتبط بالمعروف قسمين مرتبط بالمنكر الآن لما نجي إلى تطبيق قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يجب الأمر بفعل المستحبات يعني كما نأمر بفعل الواجبات نأمر بفعل المستحبات نعم بمقياس واحد بمقياس واحد بنفس الوجوب بنفس يعني الوجوب أنا ما أقول يجب نعم علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلامكم الشيخ إذا شخص صار وقت الصلاة وشفت أنه متهاون هذا صلاة الواجبة هذا يعني هذا واجب واجب موسع اما في امر اخر صلاة الليل مثلا مثلا صلاة الليل, مثلا صلاة الليل ما او ما تسبيح الزهراء سلام الله عليها او ما امر مستحب دعاء اذا قضية اذا كان الامر لامر واجب يجب أمر بمعروف لمن ترك أمرا واجبا يجب أمره بالمعروف لا. أما الأمر لفعل أمر ليس بواجب مستحبا هذا أيضا مستحب إذا قضية تسبع الموضوعات الموضوع إذا كان واجب وترك المكلف فيجب أن أمره بمعروف كما سيتي طيب. أكو شروط وأكو مراحل بل. أكو واضح. شروط وأكو مراحل واضح. طيب. وكذلك المستحب إذا كان الأمر مستحب والمكلف ترك فعل المستحب أن يستحب الأمر، لكن هي يأتي بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو يجي بعنوان الإرشاد راح يختلف العنوان نعم. يختلف عن يعني كوني أنا جاي أمر بمعروف لو جاي أرشد الإرشاد هم يأتي عنوان الإرشاد لا يأتي بعنوان الأمر بالمعروف لأنه أصلا ما تارك واجب ما داخل خالص. ما داخل ضمن نعم. إطار كذلك بالنسبة المنين. للمنكر منهم من يفعل الحرام الآن يجب نهيه لو ما يجب ومنهم من يفعل المكروه عندنا قاعدة بالفقه كل مستحب يجوز تركه وكل مكروه يجوز فعله يجوز غير صحيح. غير وهذا مو تشجيع على فعل المكروه ولا تشجيع على ترك المستحب ولكن جائز يعني مو, نعم. مو يجب على كل مكلف أن يصلي صلاة الليل يجوز تركه لكن ما يجوز ترك صلاة المغرب مثلا أو صلاة الصبح أو الصلاة الواجبة، إذا المستحب يجوز تركه فلو تركه المكلف اختيارا بل يجوز من باب الإرشاد أنه أقل لهذا المكلف فاتك فضل كثير أو كثير بتركك لهذا المستحب، هذا ما يدخل بعنوان الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، وإنما يدخل بعنوان إرشاد. واضح وكذلك سمح بالنسبه للنهي ايضا طيب شيخ خلينا نبقى في اصل الموضوع قضيه نعم. المعروف والمنكر ايضا المعروف والمنكر مرتبط بالجوانب الشرعيه. القضيه العرف يتدخل بهذا الجانب مثلا امور عرفيه قد مثلا ما جاءت في الشريعه المقدسه احنا في بعض الاوقات نسمع انه الشرع يستحسن بعض الجوانب العرفيه ويحث عليها. هذه القضية قضية مرتبطة فقط بالجانب الشرعي هذا الأمر الأول الأمر الآخر حسب كلامكم يحتاج الإنسان أنه يتعلم يفتهم مثلا أنتم جبتوا مثال بسيط قضية الصلاة هذه نعرفها قد في جوانب أخرى تتعقد القضية يكون الإنسان يتعلم جوانب المعروف والمنكر حتى يقدر يميزهن ويعرف شنو الواجب عليه حسنت وهذا ما راح نجي إن شاء الله بشرائط الأمر بالمعروف أن أنكر هذا شرط مهم لكن تفضلتوا قلتوا قضية شرعية لو قضية عرفية نعم <applause> ماكو ماكو انفكاك بين الشرع والعرف، يعني الشرع المقدس هو ابن العرف، دائما الموضوعات المجتهد المرجع يحيلها الى العرف، طيب ما يعطيك مصادق يقول العرف شو يقول هذا؟ هذا واجب هذا مستحب هذا يعني اغلبها مو كلها، بعض الموضوعات ما يحددها المجتهد وانما يتركها الى العرف، مثلا تيجي تقول له هذا الصوت او هاي الطريقه بالاداء بس اداء قران، اداء مثلا اناشيد كذا، تقول له هذا يعد من الغناء ما يجاوبك الفقيه. يقول لك روح للعرف اذا عد من نعم. اطوار اهل الغناء فهو حرام، واذا لم يعد من اطوار اهل الغنى اذا هو وين الشارع وين وداك؟ وداك للعرف. للعرف. اذا العرف والشارع لا ينفكان يعني بتحديد الموضوعات بس الشارع يعطي حكم عام المصادق يحددها العرف. اذا لا لا يمكن الـ 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 الانفكاك بين الشارع والعرف فإذا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا يقول مثلا أضرب مثال ما أدري قد مسألة خلافية مسألة حلق اللحية مثلا حلق اللحية تجي بعض المراجع يقول يحرم حلق اللحية إيش قد المقدار اللي حلق اللحية شنو استثناءاته شنو كذا شنو كذا شنو كذا يدل العرف ويحدده انه الان اللي, اللي مثلا عند لحيه ناعمه بتعبينه يصدق عليه ملتحي ايش قد المقدار ايش قد كذا يقول انا ما اذا عد عرفا ملتحي اذا عد عرفا عرفا او إذا كذا شاهدوا شخص نعم. قالوا هذا عند لحيه آه. يعني الموضوع ما هذا الفقيه ما محدد, محدد ما الموضوع الموضوع يحدده او الغناء حرام ما يقول لك الفقيه يقول لك هذا غناء هذا غناء هذا لا مو, مو موضوعه موضوع يحدد المكلف انه هذا غناء يروح له للعرف تعدون هذا غناء تعدون هذا له تعدون هاي من الات القمار مم. من يجي الفقيه العب اللعبه الكذائيه اللعبه الكذائي مثلا بليارد مثلا انه يعد من الات يقول لك الفقيه انا ما ادري الات القمار يحرم بيعها يحرم بيع الات القمار ثمنها سحت طيب. اجي انا المكلف شلون اعرف انه هاي الاله من آلات القمار لو مو من آلات بعض القمار بعض الامور خاصه بالازمان تختلف في هذا الزمن تقول لعبه قماريه في مجتمع تعد اله قمار في مجتمع اخر او لا في صح. زمن هسه في زمننا ما هذا مثلا اكو لعبات مستحدثه قماريه نعم. نعم, اكو يعني حتى بالموبايل حتى بال باللابتوب يلعبون ممكن لعبات نشاهد انه الموضوع ما يحدد الموضوع الفقيه الموضوع والفقيه ما موضوع يشك العرف, عن العرف وارد في هذا القدر. العرف يعني له دخل في تحديد الموضوعات في تحديد المصادر فالقضيه حتى أنا امر بمعروف وانهى عن المنكر لازم اجيب العرف زائدا الشرع حتى احدد هذا معروف حتى امر به منكر حتى انهى عنه لو لا وبعض الاحيان يعني مثلا ما ادري هي المصادق شوي قد تكون صعبه لا. بس ان شاء الله المشاهد الكريم يفهمني قد يكون موضوع المكلف عنده مو حرام وانا عندي حرام هم. واجي انا او قد مرجع تقليده مرجع تقليده يجوز انا مرجع تقليدي ما يجوز مرجع تقليدي مثلا ما اجي انا افرض عليه انا أنهاء عن هذا او امره بهذا الفعل وهو مثلا مرجع يجوز هذه اعتقد سماح الشيخ هذه قضيه مرتبطه ايضا حسب الموارد الشرعيه وما مر علينا في قضيه الملبس لباس الشهره مثلاً, مثلا او قضيه قد في ملبس معين للرجل او لامراه في بعض الدول قد تعتبر حرام في بعض المجتمعات لا تعتبر حرام هسه يعني بعد اضرب مثال واضح قضيه التطبير مثلا نعم تطبير بعض الفقهاء حرم بعض الفقهاء جان مستحب بعض الفقهاء قال مثلا اذا ادت الى الوهن قد تكون محرمه قد 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 هسه اذا مرجع تقليدي مثلا يجوز ومرجع تقليدي الاخر يحرم انا ما افرض رايي على الاخر هو بحسب حجه شرعيه قلد المرجع سين انا حسب مرجع تقليدي انه حرام هو تقليد حلال انا ما اجي افرض عليه فقضيه الموضوعات كل بحسبه، أنا مرجع تقليدي حرم حلق اللحية مثلاً، مرجع تقليدك جوز حلق اللحية صحيح بضوابط كذا، هو عنده دليله وأفتى وأنت تقلده وأنت واضع أعمالك قلادة في عنقه فبعد قضية الامر بالمعروف واحد من شرائطه ان يكون للي امر بالمعروف خلينا ندخل بالشرائط، خلينا ندخل بالشرائط شيخ باعتبار احنا بعد الكلام جرنا الى قضية الشرائط، هذه القضية يكون يعرفها الانسان، موضوع الشروط لابد إيه والا نعم. ما ممكن يامر بالمعروف، ما ممكن يتحقق هذا الموضوع تمام بحق بحق انا قبل دقائق ذكرت انه الانسان يكون يتعلم يعرف جوانب نعم. الشرعية الآن بعض الأمور ذكرتها قد يكون غائبا عن بعض الأمور قد في ذهني أنا أنه حلق اللحية حرام تماما أو التطبير حرام تماما وهناك اختلاف الآراء إذا الموضوع العلم هذا أول شرط من الشروط نقدر نقول هم يذكرون خمسة شروط خمسة شروط الثلاث شروط تخص الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث هو الفاعل وشرطين يرتبطن بالمأمور بال يعني اللي يفعل المنكر نستجيب الله وليترك المعروف ده ده. اما الثلاثه اللي تخص الامر بالمعروف والناهي عن المنكر الشرط الاول اللي تفضلته به اولا ان يكون يعرف هذا منكر حتى ينهى عنه وهذا معروف حتى يامر به والا ما ممكن يعني السائر على غير هدى لا تزيده كثره السير الا بعده انا لما اعرف او لما اجي انهى عن شيء كنت انه حقيقة. هذا حرام او هذا حلال او من هذا حرام انا لما مثلا انا الان عندي جهل بالموضوعات ثاني اجيت واحد قال لي انا مثلا ما اصلي صلاه الليل وانا انزل عليه انها وامر شنو ما اصلي صلاه الليل وعنوان صحيفه المؤمن صلاه الليل علامات المؤمن علامات المؤمن و من و و لك؟, لك وجوب صلاه الليل فلازم اعرف هذا الامر واجب حتى امر به ولازم اعرف هذا حرام حتى انهى عنه اذا القضيه رقم واحد ان يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عد اطلاع واطلاع تفصيلي يعني قوموا انه شاك بالموضوع هذا ها لا. واجب له واجب هذا هذه النقطة صراحة شيخي مهم. مهمة لو فرضنا اني اريد امر بشيء وأنا ما متيقن من عنده الأولى انه اترك؟ الأولى اترك اترك إذا ما إذا مو قلت لك السائر على غير هدى لا تزيد كثرة كوني كون متيقن متيقن أنا متيقن أنا حتى من اجي أمر بمعروف أنا بعد هاي راح يكون حجة عليه من صح. هذا كان ما يؤدي العمل الكذا وأنا قلت له هذا واجب أنا لما أمر معروف لازم واجب، بينت بالقضية رقم واحد، قلت أكو أكو أمر واجب وأكو أمر مستحب، اللي يترك المستحب هذا من باب الإرشاد، مم. ما يدخل بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا نتحدث عن حلال وحرام، واجب أمر بمعروف ونهي عن منكر، صحيح. فترك المستحب هذا مو منكر. أو ليس معروف وتارك معروف، ما يعد تارك معروف، يعد ترك الأولى خلينا نسميها. فأنا لما أجي أكون أعرف الواجب من المستحب، أعرف الحرام من المكروه حتى أقدر آه امر بالمعروف هذا الشرط الاول هذا قضيه رقم واحد وهي يكون مهمه أتعلم جدا قضيه مهمه جدا لان كثير من الناس يشتبه يشتبه يتسرع يجي يصور انه هو على حق يصور انه عدة اطلاع عنده كذا والظاهر انه ليس كذلك فيكون ما يفسده اكثر مما يصلح قضيه رقم واحد لانه من كسر مؤمنا فعليه جبره، بعض الاحيان يعني إيه انت هو جاي يسوي شيء زين يجي يسوي زين يريد يؤدي واجب ينقلب, ينقلب إيه 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 بسبب جهده إيه بسبب هم يضر نفسهم يضر المقابل إيه 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 الان راح تجينا مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضمنها هي هاي القضيه طيب انه طريقه الامر اذا القضيه الاولى قضيه يعني يعني العلم بالشيء ان يكون هاي قضيه رقم واحد، القضيه الثانيه اللي قلت لك خاصة للمكلف ثلاثه هنا ان المكلف يتاثر يعني بعض الناس واقعا يعني احنا بالقضية رقم واحد مثلا وهاي وجدانا احنا شايفين بعض الاخوات ما تعرف انه مثلا مرة من تطلع للشارع كنت تلبس جواري ما تعرف نعم فمن الان هي هاي تركت قضية ستر القدمين ستر القدمين كون انا من اجي اريد امرها بالمعروف طيب اولا كون هي ما تعرف انه هذا معروف انا اعرف انه ستر القدم واجب بالنسبة للمرأة ما يجوز الاجنبي ينظر لها قضية رقم اثنين كون هي تتأثر يعني يعني تتاثر بكلامي تقبل مني أصعب بعضهم يعلم صارت الاولى سهله يعني اتعلم الواحد لا هذه سهلة لا ما صعبه هذه الصعوبه مم. هي هاي من وساوس الشيطان انه صعبه خاف ما يسمع من عندي وانشع شعليه وكل من اغلب اغلب الامور من الناحيه هاي انه الانسان يتخوف ايه؟ يتخوف بس إيه؟ بالواقع يعني من خلال التجربه مم. كثير من الناس لما تفاتحه بالموضوع والله ما ادري ما هذه الحقيقة ما ادري جزاك الله خير بس تكون طريقه تكون طريقه الامر بالمعروف آه والنهي عن المنكر طريقه كما امر طيب الله بس عز هي وجل هي النقطه الثانيه انه يكون يل يل يتاثر المقابل احسنتم يكون المقابل من تنهى عن المنكر مثلا أنا ربما ناقلها خلال البرنامج اكرر الفائده احد اصدقائي كان عنده من الات القمار بليارد بليارد نعم قلت له يا اخي انت انسان متدين صائم مصلي اولاد عندك عائله عندك ما محتاج ايش عجب يعني هاي الالات القمار فاتح محل والات قمار وكذا المحل يخصه ايوه قال ما ادري ها حرام قلت له حرام كان متصور, متصور يعني هو أنه حلن... يعلم انه هذا حرام مم. اولا قضيه رقم واحد هو ما عنده علم وانا عندي علم انه هذا حرام جيد. يعد من الات القمار هذا الشرط الاول الشرط الثاني ادري هو اذا اذا قلت له يتاثر نعم. يعني قلت له انت ما وانت صديقي وانت يعني متدين وصلي وادري بك تصلي وصوم وتروح للمسجد وصلي جماعه وهذا ما يتناسب مع كون يصير اموالك بها سحت وهي من الات القمار، والات القمار من الاموال المحرمه يعني اكلها محرم، فراسا يعني انتهى وانتهى الموضوع وغلق محله وانتهت القضيه. كان ما يعرف. فاذا اكو بعض الناس يتاثر من تشي مثلا بنيه ما محجبه حجابها مو صحيح، تخلي مكياج مثلا، وقلت لك بالوزاره احنا شايفين بعض بناتنا بالجامعه متدين انت متدينه انت كذا ليش تخلي يعني هو ما يصير؟ شي لك؟ ما تعرف. ما تعرف الموضوع يعني ما يصير انه مسحوق مثلا مسحوق بدرجه قليله مثلا ما او او كذا تصور أو كذا القلة تصور انه القله او قلة كذا او انه هذا ايضا يعني كان ما تعرف الموضوع عرفت ثانيا تتاثر تأثر بالحجاب وكذا فهذا الموضوع الثاني انه المقابل يتاثر مو انه ما يتاثر وأنا اجي افرض عليه راي هذا الثاني ثلاثه يكون ما يصيبني ضرر بالامر بالمعروف والنهي يعني عن ضرر يصيبني مباشره او يصيب من يهمني امره مم. يعني انا هذا بعضهم من امر بالمعروف أنا عن المنكر ربما يسبني ربما يضربني ربما ياثر على عملي ربما 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 طيب. اذا اذا ادى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اضرار المؤمن اضرار معتز به طبعا هسه مادي او معنوي اي مو, نعم. إيه مو بالضروره بعد اي مو بالضروره بعد يرفع التكليف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكل هذا ما يؤدي الى ضرر يخصني او يخص من يهمني امره فهنا ايضا يجب ان امر بمعروف وانهى عن منكر اذا الشروط الثلاثه هاي الثلاثه اللي تخص المكلف أن نكون عند علم بالمعروف والمنكر نعم وانه وأن المقابل أنه يتاثر انه يكون متاكد انه راح ياثر بالمقابل يأثر والا اذا كان الأمر مصر على فعل المعصيه الاصرار بعد ما 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 نتيجه الامر الثالث انه يكون ما يصيب ضرر ما يصيب ضرر هاي القضيه نتيجه الامر معروف والنهي هذه ذني يعني. ثلاثه وبعدين اكو اثنين اكو امران فيما يخص نعم, نعم. هذه راح نتركها ان شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل اذا الله, الله. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقه من برنامج نقطه الضوء ابقوا معنا وسقي الدجى استا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه في هذه الحلقه من برنامج نقطه الضوء والمحاور متعلقه بقضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلنا الى قضيه الشروط الخاصه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل العوده الى ضيفي انوه الى ارقام الهواتف الخاصه بالبرنامج الارقام ستظهر امامكم اسفل الشاشه بالامكان التصرف طرح الاسئله فيما يتعلق بقضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حياكم الله جيسا سمح الشيخ أهلا وسهلا مرحبا للفائدة نعيد ما توقفنا عنده قضية شرائط <applause> شروط الأمر معروف إن أنه عن المنكر ذكرت أنه ثلاث شروط متعلقة بالآمر وشرطين متعلقه بالمامور الشروط المتعلقه أو ينهى عن المنكر انه اول شيء يعرف هذا يعرف هذا معروف ويعرف هذا منكر أيضاً هذا متعلقه بقضيه تعلم وعلم يكون يطلع على الموضوع واذا ما عرف احنا ناكد يعني البعض هام مئة بالمئة والبعض يفعلها في اي وقت فالقضيه انه يكون يتعلم يعرف المعروف والمنكر الامر الثاني يكون يتقن انه هذا يأثر على المقابل الامر الثالث يتعلق في مقضية أنه لا يصيب ضرر هذا الأمر سمح الشيخ أنه يكون مؤثر في المقابل وما يصيب ضرر عادة هذه ممكن الإنسان يتقن من عنده إذا كان الشخص ممكن من المنطقة في دائرة العمل في المحيط اللي هو عايش به ولكن في مناطق خد الشخص ما عرفه هذه شلون يتقن من هذه القضية يعني ذكرت أنه شخص أنتم تعرفونه كان عنده محل مال ألعاب وبليارد تعرفونه تقول أنا أعرف هذا الشخص يصلي متدين يجي المسجد، فعرفت انه راح يتاثر وانه ما يصيبكم الضرر، لكن لو فرضنا اني يعني في مكان اخر لاعرف هذا الشخص م. هذا سؤال يعني من ضمن كلامكم نعم انه انا ما اعرف هذا الشخص انه راح يتاثر او لا وما اعرف رده الفعل ايش راح تكون، وانتم ذكرتوا إن قضية تكون ماديه او معنويه بي او بغيري يعني يكون يعني مثلا أنا وامشي وانا وعائلتي وياي مثلا فكيف اتصرف بهذه القضيه؟ يعني هو اول شيء انه يكون يولد عندك اطمئنان انه بعدم الايذاء من هذا المقابل وراح يجينا خلال تعرضنا الى قضيه مراحل الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر يعني كما ورد عن امير المؤمنين سلام الله عليه استقبلوا اهل المعاصي او اصحاب المعاصي بوجوه المكفهره <applause> اظهار الانزعاج هكذا يقول العلماء اظهار الانزعاج والتذمر من هذا الفعل هو يوحي بانه انا ما قابل على اذا فعلك ايها المقابل سواء كان اعرفه او ما اعرفه هو غير صحيح او مثلا بدرجه هذا النوع من نوع من, نعم النوع نوع من نوع الامر المعروف نعم والنهي عن المنكر نعم هو هذا ادنى نوع من أدنى او نعم. ادنى درجه هو انه اظهار الجزع الانزعاج اظهار التذمر مم. من هذا الفعل وبعضهم مثلا اما نستجيب لا يتكلم بكلام فاحش مثلا في 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 مكان عام هذا منكر عندما اريد انهى مرات تلاحظ شخص مثلا يباوع فد نظره معينه يعني اظهار يستشعر الـ الـ المقابل انه هذا كلامك او تصرفك مو سليم وهذا او يهز براسه مثلا إيه او كذا تاثر انزعاج إيه بيان انه عدم الرضا, عدم الرضا يفهم عدم الرضا هو هاي اقل درجات مو نعم فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان صحيح فقضيه الخوف او التردد من كون المامور راح يظهر مثلا ردة فعيل أو عدم قبول أو عدم رضا فممكن أنه بأقل الدرجات هو إظهار الإنزعاج إظهار مثلا عدم الرضا من عنده فيكون مقابل هذه أما إذا لا والله مطمئن لو أعرف أن مثلا لو أمرته لا ربما يأذنها بعد هنا يسقط الوجوب وإنما هنا بعد إظهار الإنزعاج وعدم الرضا من هذه القضية طيب نتحول إلى الشرطين الآخرين بقي شرطان ما يهمان المأمور القضية الأولى أن يكون مصرا على فعل المعصية نعم مصر أو ترك المعروف يكون عنده إصرار مرة واحد يعني نقدر نستقبل اتصال ف... شيخ تسمح لي فضل نعم فضل. نتوقف عن موضوع الإصرار ونستقبل اتصال من أخي عبد العباس من الكوت حياكم الله, سلام عليكم عليكم الله والله والله السلام عليكم ورحمة, ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله مقدم البرنامج وحي ضيفك الكريم الجليل حياكم. ومشاهديكم والعاملين معكم في بناتكم الكريمه يحفظ. ودي مساله اضعها سريعا امام سماحه الشيخ نعم. حياكم الله نحن مبتلون سعادة. الان بقضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن المبادئ من خلال هذه الصفحات والتي هي لها وشأن وجه مشرق ممكن الانسان يقيد بها يزقف بها ينشر فضائل البيت ووجه اخر ينطلق من من يحسب على الشيعه ومع احترامنا لكل معمم شريف يرتدي عمامه وياتينا بشيء يعني كانما يجامل على حساب المبادئ. نعم واضح. هنالك من يتحدث يقول هذا رجل عالم فما داعي تفضحه يعني يعني احنا الدين دين الدين دين, دين, دين فهذه المساله سماحه الشيخ حينما اظهر عيب ما قاله هذا الرجل الذي يظهر نفسه بانه متدين وانه شيعي هل فيها اشكال يعني هنالك بعض من ينهى يعني تركي واضح اذا تحدثت معروفين يعني واضح واضح يقول اذا تحدثت بطريقته وحديثه وكذا وحتى وان اعترض على المراجع يعني هذا العقل ما عقلي ما واضح عبد العباس حياك, كله سكره كله سكره كله جوشا حياك كله الله شكرا الجواب ان شاء الله, سمع الله سمع ان شاء الله احسنت جزاكم نعم قضية انتم قلتوا انه الاصرار اصرار يعني ربما شخص يوم من الايام تعبان كذا ما قاعد على الصلاه الصبح مثلا ما قاعد صلاه الصبح لكنه ما عنده اصرار على ترك هذا الفعل او على عفوا ترك الصلاه في وقتها. انا بعد ما يلا امر بمعروف نعم انت شلون ما صليت صوح وبوقتها شلون كذا شلون كذا شلون او بدر منه فعل معين كلام معين في حاله من الحالات عصري متاثر حزين مثلاً انا سامع من احد العلماء يقول مثلا واحد جاي يشرب له فرد سائل معين عصير هو يتصور انه هذا عصير طلع أنه مثلا محرم خمر محرم خمر مثلا ما يعرف ما اصلا هو ما عنده معرفه بانه هذا منكر ما عنده معرفه ولا عنده اصرار اصلا انا بعد ما هذا موجوده في بعض الامور المتعلقه يعني بالسوق يعني بعض بعض الاعصار يت... قال تكون فيها في شو بس انا يعني. هذا من باب المثال يعني من نعم. العلماء نعم. لا موجوده, في, موجودة في الواقع موجوده في الواقع حسب المقام فلازم يكون ال... يتصور انه حلال وهو حرام مصر يعني واحد مثلا يوم من الايام ما ادري بالسياره فتح راديو لانه طلع اغاني بالراديو، انا بس مجرد سمعت قاعد يسمع اغاني هسه قاعد يقلب بالراديو مثلا هو هو, هو ما مركز هو ما مركز ما منتبه هو اشتبه قصيده غنائيه غنائي على قصيده بس مجرد يعني. سمعت غناء ايبا هذا منكر هذا كذا هذا كذا مرات هذا ينفر حتى عن الدين يطلعك صحيح هسه الاخ سعد عبد العباس الله يجزيه بالخير قال بعض يعني المعممين او هسه احنا خلينا نقول يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينفرون ينفرون الناس عن الدين الدين النصيحة دين المعاملة النصيحة شنو مرآتية أنا أكون مرآة يعني أنا من أنهى عن المنكر معنى أنا متسلط عليها معنى أنا أفضل منه معنى هو درجة أدون حاشا قضية توجيهية حاشا لله أنا هم مثله أنا مكلف وأنا مو معصوم وأنا أغلط وأنا أشتبه وأنا أذنب وأنا أعصي وأنا وأنا شنو أنا ما أزكي نفسي صحيح. لكن هاي من باب المرآتية ولهذا القرآن إيش قال بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بمن هاي الولاية شطهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعضهم أولياء بعض إذا قضية الله عز وجل جعل ولاية عامة كل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا أنا لما أمر بمعروف مو معنى أني أفضل منه وهو من ينهاني عن المنكر مو معنى أنا مو زين شيخ إذا تسمحون عندنا اتصال أخ أحمد من كربلاء سلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة الله حياك الله. ورحمة. انا اوجه سؤالي سمحت الشيخ قبل فتره اتصلت عليكم و... وقلت له يا شيخنا اتمنى محاضرات الدكتور احمد الله يرحمه تدرس تنزل بالمناهج. وهذا مقترح يعني وللمرجعية ما جاوبنا عليه خلاص ما جاوبنا عليه نهائيا ولا بشر لا جاوبتك جاوبتك شاء الله كانت موجوده جاوبتك, موجود أجاوبك جاوبتك أجاوبتك أجاوبتك بس جاوبتك إيه كل أسبوع اجاوبك كمل يعني اجاوب استاذ احمد جاوبتك ذاك الاسبوع وهسه اجاوبك ان شاء الله بخدمتكم تسمع جواب لا جاوبتك جواب ضمني ان شاء الله بخدمتكم تسمع جواب ان شاء الله اجاوبك بخدمتكم ممنون ممنون الله يحفظك حبيبي نعم نعم فقضيه الاصرار على المعصيه او عدم معرفه هاي انه هذا معصيه بعضهم ما يعرف انه معصيه يعني كل شيء قصدك حرام. قصدك الامر المعروف يكون يتريث شويه يدقق في المساله نعم يشوف المقابل يشوف مصار المقابل مصار يعني, يعني درسه أصرار يشوف هو عنده اسرار هذه القضيه مرات على قولتكم ما منتبه للقضيه ما يعرف الموضوع فحتى لا يصير نفره من الموضوع ولي يكون يعني طريقه الامر بالمعروف عن يعني المنكر شوف قلت لك الايه الشريفه اللي استدلت بها المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني كل واحد بينه مراه للثاني هو ليش كنتم خير امه اخرجت للناس؟ القران يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي تخلي المجتمع راقي تخلي المجتمع متدين تخلي المجتمع متحاب متعاون ليش؟ لأن تقل الفاحشة تقل الرذيلة يزداد الخير يزداد المعروف يزداد من خلال الأمر أمر بالمعروف وصح واجب كفائي شوف قضية قد البعض يفهم خطأ انه هو واجب كفائي اذا قام به البعض سقط عن البعض الاخر، لكن بعض الاحيان ما يسقط. اتذكر بالاسبوع الماضي بالحلقه السابقه احد الاصدقاء اتصل قال انتم مثلا ايش قدمتوا للمجتمع او كذا، نقول انا بوحدي ما اقدر اقدم، وانت بوحدك ما تقدر، والمعلم وحده ما يقدر يقدم. مسؤولية على أحسنتم الجميع احسنتم اذا من رجل الدين فقط قد هو واجب كفائي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي. لا. لكن بعض الاحيان هذا التارك للمعروف او الفاعل للمنكر لاستجير بالله اذا احكي انا ما يحتاج موقف جماعي اذا ما صار انا احكي أو والمعلم بالمدرسه يحكي والصديق بالشارع يحكي وياه والاب بالبيت وبالشارع والجامعة وبالجامعه يتاثر اما انا احكي من جهه واحده من, طرف واحد ما اثر لانه مثلا هو يعني الان احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي ولله الحمد ماكو بيت الان يخلو من هذه القضيه وهي سلاح ذو حدين. وتعاونوا. وتعاونوا لكن انا الان عندي في ضدي. اذا اذا ايه قضيه. الان عندي وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين من جهه هي ضدي من جهه هي وياي وياي نعم اكو محاضرات اكو اساتذه بالحوزه ينطون توجيهات ينطون نصائح ينطون يعني فد موعظه تخص هذه القضيه. وبالجهه الثانيه اكو من يشجع على فعل المعصيه، اكو مثلا مغرضين، اكو مقاطع لا غير لائقه، اكو مثلا اغاني، اكو 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 تشجيع على فعل المعصيه، فلا لا اني اكتفي لانه اكو والله موعظه بالواتساب او ما ادري بغير برنامج وهذا يقراها ابني او اخويا او اللي يهمني امره، ولا اني اترك حبل على الغارب، فاذا القضيه قضية تعاون كل المجتمع يجب أن يتعاون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ربط بكلامكم نعم. هذا الحديث المعروف عن النبي لكم صلى الله عليه وآله يقول لا تزال أمتي بخير نعم. ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات أيه؟ وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء القضية يعني قضيه صعبه قضيه يعني هي هي قضيه مرتبطه بالمجتمع بشكل عام يعني انا من اتخاذل عن الموضوع و والاخر اتخاذل القضيه يحل البلاء على الجميع القران الكريم لما ذكر قصص أنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام وذكر قصص الأقوام السابقين على النبي صلى الله عليه وآله مو كتاب قصة وإنما للموعظة لقد كان في قصصهم عبرة لما ذكر قوم صالح على نبينا وآله وعليهم السلام فلما عقروا الناقة عقر الناقة واحد شخص شخص واحد بس القرآن يقول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، هو عقر الناقه واحد ولكن لكن الناس رضاهم بال يعني عدم نهيهم عن المنكر هذا راح يفعل المنكر تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله وجل دمدم عليهم مو عليه دمدم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، هو ذنب واحد واللي عقر الناقه واحد، ففاعل المعصيه واحد، لكن تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اشركوا في فعل هذا الفاعل هذا المذنب ولهذا رسول الله صلى الله عليه واله فيما ينسب اليه يقول من رضي بعمل قوم اشرك في عملهم ومن احب قوما حشر معهم. معهم الان لما نشرف بزياره الامام الحسين سلام الله عليه زياره مرويه عن الامام الصادق سلام الله عليه يخاطب جده الحسين يقول له فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك أحسنت الأمة يعني جماعة من الناس لم يحدد ذلك بزمان ولم يحدده بمكان يعني قضية وإنما أي واحد رضي بفعل ومن رضي بفعله كل من رضي بفعل الفاعل للمنكر هو شريك وكل من رضي بفعل الفاعل المعروف هو مشريك طيب. له فقضية أن النبي صلى الله عليه وآله يقول ما زالت أمتي أو لا تزال أمتي بخير ما أمروا بمعروف يعني الأمر بالمعروف وهذا هو هذا يجلب البركات ويجلب الخيرات وكما ذكرت قبل قليل الآية الشريفة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ما صارت أمة النبي صلى الله عليه وآله خير أمة خير أمة بأمرها بالمعروف إلا بأمرها بالمعروف متى ما نهت ممتى ما تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ما يزق عليها خير امه صح عليها ما, ما تختلف عن بقيه الامم التي طيب اذا القضيه قضيه لا يكون هذا الشخص الفاعل المنكر مثلا مصر, مصر, مصر على الموضوع هذا الامر الاول الامر الثاني انه كما ذكرت قبل قليل انه يعلم بان هذا منكر أو يعلم بهذا أو ما اذا ما يعلم خلي يجي بعد من باب الارشاد ترى يعني هذا اللي تفعله هو هذا مو صحيح هذا منكر او مثل ما ضربت مثال مثلا امراه مثل بجوئيب او رجل يسمع غناء وما يدري انه الغناء محرم مثلا او يفعل القضيه كذا وما يدري فهذا من باب الارشاد وليس من باب الامر بالمعروف ايضا يدخل طيب الى هاي حتى نستثمر المسألة. الوقت انا اريد اجاوب على احمد من كربلاء نعم يقول اهملت وراح ارجع مع قضيه امر معروف والنهي ممكن اخاف يداركنا الوقت إيه. اي إيه هو هم تخص موضوعنا هم ترى علاقه هو يقول انتم لو ترحون للقهاوي لو ترحون ملاعب كره القدم لو ترحون، لو ترحون، صح هو في محله كلامك منطقي جدا بس هي هاي دعوه من احمد تحتاج الى احنا قاعد نروح يعني خو ما اقول له انا اطلب الى قهوه، ما اطلب الى قهوه، واقعا ما ما تناسب ويا الزي ويا كذا، اما احنا ويا الشباب يعني انا شخصيا ويا الشباب علاقتي كلش طيبه والان ويا الاصدقاء اغلبهم من الشباب يعني بالشارع بالملعب، بال تصحى السياره عامه، كذا، راسا انت انت تبدي ويا شلونك بيا صاف شنو علاقتك شو تحب شنو هوايتك أجذب الي انه انا ابدي أصحى ابدي اشوف اذا مثلا لبسه كان مو معقول مثلا اذا تصرفه مو مقبول ابدي من خلال اول مره احصل رغبته بان يسمع الكلام وبعد ذلك انا ابدي اوجه الى الكلام، هسه كان هو مثلا تارك للصلاة أو بعضهم مثلا من خلال اللبس لباس الشهرة مثلا هو ما يدري أنه هذا يلابس مثلا ملابس الآن مشهورة يلبس شورت واحد. وفانيلة وكذا وطالع أنا ما أقدر رأسا أقول له هذا اللبس ملائق وهذا لباس شهرة وهذا وهذا قد ينفر قد يكون بمعنى تدرج الكلام أحسنت أنا يعني إذا ما كسبت أكسب. وكسبت أكسب ود فأنا أشوفه أه كثير خصوص بزيارة الأربعين مثلا أيام المشاهد أيام, أيام شوف وين ما أكو شباب نقعد وياهم نقعد يا موكب كذا شلونكم شو اخبار؟ هو يشوفهم الخليج فوناته باذانه ربما مو يم المعمم ولا يم الدين ولا يم الصلاه يمشي مثلا وهو في واد اخر، لكن من تتقرب منه شوف هو عنده الاستعداد بس ما لاقي واحد ينصحه، ما لاقي واحد يزرع بذره طيبه في هذا الشاب، من نلتقي بهم كثير الان اصدقاء ربما يسمعوني الان. اخذوا رقم تليفوناتنا وبداوا يتواصلون ويانا يعني قالوا احنا ما شايفين يعني مثلا واحد يحتوينا يحتضننا يعلمنا هاي المعلومات فمحل شاهد الاخ احمد هو انا خوب وحدي مثل ما انا امر بمعروف وانا عن اتهمات مو شرط انا اتمنى محاضرات الشيخ الوالي إيه؟ تدرس في المناهج الدراسية يا ريت والله الأستاذ الوائل الشيخ رحمة الله عليه مدرسة وإحنا نتعلم من عنده هذا الشيء لا يمكن نا. وأذكر كلمة طيبة للشيخ رحمة الله عليه فمرة مرة أشكلوا عليه إشكال قال أنا أسور السور وأدخل أخذ الشيء من داخل السور م. إحنا هذا منهجنا إحنا الآن نقتدي به وتوجيهات السيد سيد المرجع الله يحفظه سيد السيستاني قال اسمعوا محاضرات الشيخ الوائل اسمعوها العلماء السابقين الله يرحمهم الماضين ويحفظ الباقين يقول اتعلموا يعني انا من اخذ في روايه من لسان الشيخ الوالد رحمة الله عليه أو من آخر فرد حكم شرعي أنا مطمئن على أنه ما جايبه يعني بدون أن يتيقن بدون أن فمن أخذ 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 المسلمات لأن أنا متيقن من أنه الشيخ رحمة الله عليه يدور بالمصادر أو هو كذا فالآن إحنا مثل ما تفضل لو تدرس خب ينفع طيب لكن هاي مو يمن إحنا يمن قضية نحتاج أن تتوقف الدولة العراقية على في قضية يا ريت أنا يعني ما أدرس في المدرسة خل يعني أدرس الأولادي نعم هذه أولاً. مطلوبه سماح الشيخ مثل ما ذكرت قضيه جماعيه قضيه مو مرتبطه فقط رجل الدين عنده مسؤوليه هذه متيقن إيه إيه من بس لكن الاب والعائله والمدرسه والجامعه جنابكم ايضا في في الاجواء الجامعيه احنا نحتاج يعني من الى مناهج تربويه مناهج دينيه أحنا مناهج اخلاقيه موجودة في جميع مراحل الدراسية نعم بالجامعة لا نلتقي بشباب أولادنا وبناتنا ونوجههم وكذا وكثير من الأمور هم قد يكون عندهم شبهة على أن هذا يجوز هذا يصير هذا عادي وكذا إحنا لما نبين لهم وبطريقة ما تنفر مو تشرد لما صحيح. لما انا اصحى لما امر معروف وانا ممكن مو بطريقه تنفر المقابل تخليه تخلي بعد ما يحب الرجل المعامل احنا نقول تحببه بالدين احسنتم هو اول ما نكسب ثقته نكسب صداقته نخليه قريب من عندنا والملاحظ يشهد الله يعلم انه كثير من اولادنا وبناتنا الان يجيبون يتاثروا. اسئله يعني تنتهي المحاضره يبقى يسال اسئله يم... الدين الفتره الفطره طيبه ولكن بعض الاجواء تشوه الشباب وتغرهم وتنتحرفهم مثل ما ذكر عبد العباس من الكود قال يعني أكل بعض المحسوبين على كرجال دين ايه؟ ينفرون الناس هذه من اوجه هو يسال على قضيه امر معروف ونهي عن المنكر يقول مثلا انا من اوجه اقول هذا الشخص مثلا لا تسمعوا له لا تصدقون به هذا يعني كلامه وطريقته تبعد عن الدين والعلماء شوف استاذ عبد العباس والمشاهد الكريم ايضا قضيه عامه بعض الاحيان بعض الاحيان احنا نخاف من قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نخاف من خاف الله من يرضى عليه. بعض نعم. الاحيان شوف هسه الاخ عبد العباس قال زيد من الناس معمم نعم. يتكلم كلام قد يكون يبعد عن الدين اكثر مما يقرر صحيح اذا أنا أرد الناس من عنده في شو كان سؤاله؟ اي هو مو, مو... مو مشكله هو مو مشكله علي لك اشكال مثلا الشعرية. هذا خلينا نقولها بصراحه يقول هذا رجل دين ومنبري وخطير أي؟ أي؟ فانت راح راح تاذي الدين ما راح تنفعه راح اضرب مثال وإلى علاقه بالقضيه طيب, طيب. يجينا احد الاصدقاء اليوم مثلا اليوم هذا سال قال انا اعرف شخص يشرب الخمر استجروا بالله ما عنده التزام ديني ما عنده كذا اجى خطب اختي يعرفه شخصا صديقي هاي صديقي. صديقي صديقي, لكن هذه صفاته يعني, هاي صفاته أنا أدري به مطلع عليه يعني مو ظان ولا شاك وإنما متيقن يشرب الخمر و الآن إذا أجي الأبوي أبوي خمي ما يدري اجي اقول له مثلا بابا هذا إيه؟ قد يحسن قد يحسن الظن ما يعرف عن هذا الشيء شوف الظاهر هنا, قلت له مو يجوز يجب عليك واجب يجب لان من زوج ابنته شارب خمر فقد عقها هسه واجب من جهتين أول من جهة هن جهة هن جهة نصيح شيء نصيحه شيء ثاني من عائلتك من بيتك انت اختك هاي اول مره امانه عندك ثانيا هي حتى لو مو اختك حتى لو امراه غريبه اجنبيه بعد. وانا شفت واحد ما ملتزم لان هاي مسكينه هاي مسكينه هي بس هو بعض الاوقات يظن يقول له هاني راح اخرب الزواج اي هاي خطيه برك الله يهديه يهدي برك ينصلح حاله جت قسمتها لا اروح له اذا اذا الله راد يهديه وهو راد راد يعني أمر مختلف يبتعد م. عن هذا الامر بس الان هو يقول مصر على فعل المعصيه هو قاعد يصرخ وادري وانا متيقن مو شاك ما انا هم قلت له قلت له شاك ناقلي لك خبر قال انا صديقي متيقن منه 100% طيب ومتيقن منه لا يزال مستمر فنفس الكلام للاخ عبد العزيز اقول له هذا المعمم هي العنوان شنو يعني؟ صح هسه هو العنوان عنوان العمامه عنوان مرشد عنوان قدوه عنوان كذا خطيب عنوان لكن عنوان الان في الاونه الاخيره ناس لبست عمامه وهي مثلا قاعد العمامه احنا الان كل معمم يعني لازم ناخذ من عنده 100% اذا بالنتيجه الان يعني في زماننا اقول ما نعرف أنه هذا الشيء مصالح الدين اسوي نعم فاحنا الان اذا واحد نشوف بس مو الاخ عبد العباس مجرد شك او مجرد تهمه لا ساعة الساعه لا البهتان اشد من الغيبه واشد من كل شيء انه من على فيه اذا هو فعلا ما عنده هذا الشيء اللي تنسبه اليه خب بعد ما يجوز اما اذا انا متيقن هذا صح لابس عمامه صح كذا لكن هو افكاره منحرفه كثير انا اعرف مثلا بعد ما حتى احذر الناس من عنده قد ياخذون من كلامه قد يتاثرون بكلامه قد ينحرفون بسبب افكاره المنحرفه قد 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 فهنا يجب من من باب الوجوب ياتي من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب اعلام وتحذير الشباب تحذير الناس طيب. بصوره عامه منه طيب سمح الشيخ هسه احنا عرفنا بالمعروف والمنكر وحرفنا الحدود والشروط المراتب ايضا مهمه خلينا نتوقف نعم. عندها عندنا دقائق أربعة اخيره في البرنامج خلينا نتوقف عند هذه قضية المراتب الدقائق الاربع أنا أنا كان عندي موضوع حقيقه ابتلائي قضيه المعلم والمدرس مع الطلاب بس خلي خليها حلقه يعني خاصه ان شاء يعني رو الله ونعود لها ضمنيا لهذا القضيه بس احنا عندنا هاي الدقائق الاخيره بناي اتناولها تفصيلا بس بعد اربع دقائق ما نخصص العنوان نخصص لها خاص ان شاء الله المراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اول مرحله هي مرحله يعني اظهار الانزعاج يعني مظهرة عفوا مرحله التجهم بوجه الامر الوجوه المكفهره, المكفهرة احسنتم استقبلوا سماحه السيد الله يحفظه يجعلها مرحلتين بقيت مشهور ما يجعلها ثلاث مراحل مرحله القلب ومرحله اللسان ومرحله اليد طيب السيد يقول لا مرحله القلب واللسان مرحله واحده اذا نفعت نفعت اذا ما نفعت بعد مساله الضرب او اليد بس بشروط ثلاثه احتياط وجوب سماحه السيد السيستاني فمرحله الانزعاج او اظهار تذمر هاي قضية مهمة على أنه أنا مو أشوف واحد يفعل المعصية وأجي أضحك وياه وأجامله هو فاعل للمعصية واني هذا راح تشجع هذا يعد تأييد هذا يعد تأييد يعني من رضي بعمل قوم أشرك في عملهم أنا أشوفه هو ظالم أشوفه هو مثلا يفعل يرتكب فرد معصية معينة أشوفه تارك للصلاة مثلا لست جرب الله وأنا أجامله وأعزمه ببيته هذا يعد تأيد إلى تأييد إلى هذا فاذا القضيه رقم واحد اظهار الانزعاج اظهار التذمر على انه هو سواء كان ابني او اخوي او صديقي او ابن منطقتي او او او, أو, أو. اذا هو يحبني انا من اظهر التذمر بوجهه او مو بس انا إن قلنا هو الامر بالمعروف انا عنك قضيه جماعيه كل الناس اذا شاف السار علي متذمر بوجهه والاخ متذمر بوجهه انا متذمر بوجهه وكذا وكذا راح يشعر على انه منبوذ هو ما مقبول بالمجتمع زين مرحله اللسان ايضا انا اسمع كلمات انه بس مو توصل الى السباب ولا واحد. الى الفحش من القول لا بعضهم يجي لا 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 هاي منهي عنها لانه المؤمن ما يكون سباب ولا فاحش بما ولا يرضي الله ولا لا لا كلام مهذب بحيث ياثر بالمقابل اذا مرحله اللسان يجب ان تكون مرحله مؤثره مو مرحله منفره بعضهم بعضهم ويمكن انا ذاكرها سابقا قلت ما يصلحه اكثر مما يفسده بقضيه يامر بمعروف وينهى عن المنكر بطريقه مبعده صحيح. على انه يجي انت ابنك كذا انت ما عرفت تربي انت انت فذاك تاخذ العزه بالاثم فيكون راسه راح يقول له انت عليك؟ الله جعلك علي وصي، الله جعلك علي رقيب، طيب. انت كذا انت كذا فيبدي ما يقبل من عنده في قضية اول مره باللسان او بالقلب اذا اذا تاثر المقابل سواء كان تارك للمعروف او الفاعل للمنكر تاثر بها ونعمت بعد ما ننتقل للقضيه اذا سرت بطولي ما ننتقل للقضيه الثانيه او المرحله الثانيه لقضية اللسان اذا ما اثرت ننتقل للمرحله الثانيه اثرت بها ونعمت ما اثرت الى القضيه الثالثه اللي قلنا قضيه اليد ويجب ان يكون بذيك الساعه لغرض التاديب لا لغرض التشفي سمع سيدي اعطيك ثلاث اولا الضرب يجب ان يكون لغرض التاديب طيب. لا لغرض مبعضهم يعني ابنها وقع في القضيه وانكسرت بالبيت ولازم وسو كذا وما ادري شنو فهذا يكون لغرض تشفي ثالثا لا يتجاوز للضربات ورابعا ان لا يؤدي الى احمرار وسودات واذا سبب ذاك النوب الدية وان شاء الله نترك تفاصيلها هذه تفاصيل إلى نحتاج نتوقف عندها في حلقه خاصه مع الشيخ وهي مهمه الله. جدا البعض غافل عنها يعني القضيه قضيه الضرب نا. والتاديب والتشفي وما الى ذلك ان شاء الله ان شاء الله نخصص لحلقة خاصه بهذا العنوان باذن الله, الله تعالى شكرا جزيلا لكم. حياكم الله الله يحفظكم حياكم الله يحيكم وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والإصغاء وملتقانا إن شاء الله معكم في حلقات جديدة قادم برنامج نقطة الضوء تقبل تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف السلام عليكم ورحمة الله